السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا التوتوريال مقدم من موقع fbi.pro.com. في هذا التوتوريال إن شاء الله غادي نقدم بعض أوامر الدوس الأكثر استعمالا. هاد لي كوموند اللي نتعلمو إن شاء الله اليوم يمكن أي واحد يجربهم في البيس عندو. مجرد أنه يدخل ديماري يون كليكي سيغ إكزيكيتي يكتب لا كوموند cmd يطلع لي هاد ليكخون وغادي نتعلمو إن شاء الله كيفاش ندخلو لي كوموند فيها. اول كوموند غادي نتعلموها ان شاء الله هي كوموند كريا ان فيشي. كيفاش نصاوبو ان فيشي؟ لا كوموند اللي كتصاوب لي فيشي مثلا. ولكن قبل ما نكريو فيشي خصنا ندخلو المصادر ديال البيرو. الامر ديال الدخول كنديرو السي دي ابخي كنكتبو الفيشي اللي بغينا ندخلو ليه. حنا بغينا ندخلو للبيرو كتبو ديسكتوب. اوكي دابا دخلنا البيرو. دابا اي امر غنكتبو غادي يظهر لينا في البيرو ديالنا. مثلا كتبنا الامر اند دي بغينا نكريو فيشي جديد كتبو اند دي اف بي اي برو مثلا. اوكي ها هو ظهر لينا في البيرو هذا الفيشي سميتو امين. حنا بغينا مثلا نشانجيو لو نون ديالو نديرو رينيم اسباس ونكتبو سمية ديال الفيشي كندير اسباس وسميه جديد اللي بغينا نديرو مثلا كوم. اوكي او تبدل لي السميه ديالو. بغينا نمسحو هاد الفيشي مثلا كندير ار دي اسباس السميه ديال الفيشي اللي بغينا نمسحو كوم مثلا. اوكي او تمسح الفيشي. كاين لا كوموند واحده اخرى كترجع لنا الفيشي بريسيدون اللي هي سي دي دو بوان ترجع لنا الفيشي بريسيدون قبل الديسكتوب اللي هو كاين. ندير السي دي اوسي سي دي حنا دابا رجعنا للسي. دابا بغينا نستعرضوا جميع الملفات اللي كاينين في السي كنديروا دير كنضغط اونتري هادو جميع الملفات اللي كاينين في السي. بغينا مثلا نحلو مثلا شي فيشي الامر سهل وبسيط مثلا بغينا نحلو هاد الفيشي ابسيرف. مجرد انا كنكتبو ستار اسباس سميه ديال الفيشي كولي اوكي هاو تحلينا الفيشي. وغادي نشوفو دابا اوتخ كوموند اللي هو كولور نبدلو الكولور ديال لاباج مثلا كولور ا آه. كما كتشوفو تبدل لاكولور ديال. كيفاش نعرفو هاد الكولور اللي بغينا الكولور اللي حنا اللي بغيناه كنديرو كولور كولور ندير مثلا علامة استفهام حنا ما عارفينش. هنا كيعطيوك كيقولك الا بغيتي نوار كدير زيرو بغيتي البلو فونسي كدير ان بغيتي الفير كذا كذا كذا. حنا ندخلو مثلا كولور باش بغينا مثلا بغينا فيغ كلير او لا فيغ بغينا مثلا المارون. مجرد ان ندخلو الكولور الرقم 4 تبدل هادشي المارون. كنظن هادي اهم الاوامر اللي خصنا نعرفوها في اوامر الدوس. هادي ريزيمي ديال الاوامر اللي تعلمنا اليوم. تعلمنا الامر ديال فتح ملف جديد كنديرو ان دي لا كوموند ان دي سمي ديال الفيشي. بغينا نمسح شي ملف كنديرو ار دي سمي ديال الفيشي. بغينا نبدلو ليه السميه كنديرو رونيم سمي ديال الفيشي القديم والسميه الجديده ديالو. بغينا نستعرضو ملفات ديال ان دوسي كنديرو امر ديال دور. بغينا ندخلو لشي ملف كنديرو سي دي والسميه ديال داك الفيشي. بغينا نغيرو الكولور ديال الدوس كنديرو كولور وكنديرو لانديس وتعلمنا كيفاش نجبدو هاد لي زانديس. بغينا نرجعو للخلف بريسيدون كنديرو سي دي دو بوان. الامر اللي ما تعلمناش هو سي ال اس اللي هو لمسح جميع الاوامر السابقه ونكتبو سي ال اس. كما كتشوفو مسح جميع الاوامر اللي دخلنا قبيله. كنتمنى هاد الدرس يكون نافعكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.